السيد الفريق التقى بأفراد الوحدات المنفذة للتمرين، أين هنأهم على الجهود المبذولة خلال تحضير وتنفيذ هذا التمرين التكتيكي بالذخيرة الحية الذي حقق نتائج جد مرضية جسدتها دقة الرمايات بمختلف الأسلحة. إن شدة الحرص على بلوغ هذه المرامي من خلال تثبيت عراء قومات القدرة لدى قوام المعركة للجيش الوطني الشعبي وتوطين مسببات القوة بين صفوفه وتوفير شروط الوفاء بالمهام الموكلة إليه يدفعني اليوم ككل مرة إلى حضور هذا التمرين البياني الذي يكلل جهد تحضير القتالي المدرج في سياق الأهداف المراد تجدها عبر تطبيق توجيهات تحضير القوات لسنة 2018-2019 التي نريد ترسيخ مضامنها النظرية في أذهان الأفراد وتمكينهم بالتالي من تحويلها إلى أعمال ميدانية ملموسة النتائج تضاف إلى الخبرات الماضية، فبهذه الكيفيات تتزايد تجارب مكتسبة، وعلى هذا النحو يحصل التطور ويتحسن المستوى. السيد الفريق في كلمته التوجيهية أمام إطارات وأفراد الناحية يوم أمس أكد أن كل المؤشرات تؤكد أن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها بلادنا يعود سببها بالدرجة الأولى إلى سوء التسيير من قبل بعض المسؤولين الذين فقدوا كل مقومات الالتزام ولم يراعوا ثقل المسؤولية التي يتحملون وزرها. لقد تبين الآن السبب الأساسي مما تعاني منه بلادنا من أزمة اقتصادية، وهو سبب تسيير في المقام الأول، أي أن المال العام كان بالنسبة لبعض المسيرين عبارة عن مال مشاع، بل مباح يغترفون منه كما يريدون ووقت ما يشاؤون ودون رقيب ولا حسيب ولا مراعاة لثقل المسؤولية التي يتحملون وزرها. فالمسؤولية بمعناها الواسع والشامل والصحيح هي الإبراء للذمة وإرضاء للضمير، وهي صفة يصبح من خلالها الإنسان أهلا للالتزام بالمسؤولية ومد لها. العميق أيضا هي التزام بالعهد ووفاء للقسم، لكن الغريب أن ثقل الملفات المعروضة على العدالة اليوم تظهر بوضوح أن أصحاب هذه الملفات قد فقدوا كل مقومات التزام وكل متطلبات المسؤولية من خلال استغلال وظائفهم ونفوذهم وسلطتهم من أجل تعدي على القوانين واختراق حدودها وضوابطها. فمثل هذا التسيير غير القانون ثم خلق المشاريع عقيمة وغير مفيدة أصلا للاقتصاد الوطني وتم منحها بأشكال تفضيلية ومبالغ مالية خيالية في صيغة قروض، فبهذا الشكل تعطلت وتيرة التنمية في الجزائر. هذه الممارسات الفاسدة كانت تتناقض تماما مع محتوى الخطابات المنافقة التي كان يتشدق بها هؤلاء. السيد الفريق أكد أن الشعب الجزائري وبفضل الوعي الذي يتميز به سيعرف لا محالة كيف يميز بين من يمتلئ قلبه صدقا في خدمة الجزائر وبين من يحمل في صدره ضغينة لهذا البلد. إن حاسة الشعب الجزائري وفراسته المعهودة لم ولن تخيب ظنه إنه سيحسن بالتأكيد تميز الصحيح بين من يمتلي قلبه صدقا ومن يحمل في صدره ضغينة لهذا البلد، وسيدرك بالتأكيد أن من يفيض صدره حقدا على الجيش الوطني الشعبي وعلى قيادته الوطنية وهو لا محالة في خانة أعداء الجزائر. فأعداء الجزائر يدركون تماما بحسرة شديدة وبحسد أشد بأن بلادنا تحوز اليوم، أقول اليوم، على جيش وطني مبدأ وشعبي المنبع وصادق العمل
وسلوك على رأسه قيادة مشاهدة تمنح للجهاد معناه الحقيقي وتضع عهد شهداء منارتها العالية التي بها تتلمس معالم سبيلها ومعها تشق طريقها نحو تأمين الجزائر ومرافقة شعبها إلى غاية اطمئنان تام على حاضر هذا الوطن وعلى مستقبله. السيد الفريق أوضح أنه في الوقت الذي كان فيه أبناء الشعب من أفراد الجيش الوطني الشعبي منشغلون بأداء مهامهم بكل صدق وإخلاص ويقومون بواجبهم الوطني حيال تطوير القوات المسلحة وترقيتها، كان فيه البعض ممن لا ضمير لهم يخططون بمكر في كيفية الانغماس في مستنقع نهب المال العام. في الوقت الذي كان فيه أبناء الشعب من أفراد الجيش الوطني الشعبي منشغلون بأداء مهامهم بكل صدق وإخلاص ويقومون بواجبهم الوطني حيال تطوير القوات المسلحة وترقياتها وتمكينها من بلوغ أعلى درجات احترافية وأعلى مراتب مهنية بما يكفل لها صون الحدود الوطنية المديدة بكل تحدياتها ومواصلة ربح الرهان القضاء النهاية على آفة الإرهاب في شمال الوطن. قلت في هذا الوقت تحديدا الذي كان فيه الجيش الوطني الشعبي يعمل بكل مسؤولية والكرندات، كان فيه البعض مما لا ضمير لهم يخططون وبمكر في كيفية الانغماس في مستنقع نهب المال العام أي مال الشعب الجزائري، وهنا فرق بين من يعمل بإخلاص وصدق نية وبين من يخطط بخبث. فقد ناسي هؤلاء بأن هذا الطريق قصير بل مسدود.